واش عارف بلي الشاب مغربي في عمر 16 عام قدر يخترق شركات ومؤسسات كبار ويكبدهم خسائر كبيره وغيضرب بنوك سويسري وغيسرق منهم 4 المليار وبطريقه خطيره ما طيحش على الباب. منذ ساعات الصباح الاولى لهذا اليوم تصدرت اخبار عن الهجوم الالكتروني الاعنف عناوين الصحف ومقدمات نشرات الاخبار في العالم. كيعجبوني بزاف الناس اللي لسانهم العقل وماشي وهادشي اللي غينطابق على هاد الشاب هذا في عمره صغير وين عقله كبير روان دول ومؤسسات كبار غير بيسي في الدار منكدبوش ان داكشي اللي كان كيدير خطير وكان كيلعب بالنار ولينا خاصنا نتقبلو بلي ديك السيد قبل ما يكون مجرم راه كان نابع يعني كان خاصنا نستافدو منه قبل ما يستافد منه شي واحد اخر. غادي تبدا الواقعه نهار الاب ديال هاد السيد غادي تصيفطو السفاره المغربيه الروسيه باش يخدم تمايا وبحكم انه باقي ما تزوجش غادي يتلاقى مع واحد السيده روسيه تما تعرف عليها تفاهموا مع بعضياتهم ويقدروا يتزوجوا. وفي سنة 1987 غادي كتاب عليهم يترسقوا بواحد الوليد اللي غيسميوه فريد الصبار اللي غادي يرول مؤسسات كبار وغادي يولي يلعب بالنار. وبما ان فريد عنده اب مغربي وام روسيه غادي يعيش وسط جوج ثقافات الثقافه الروسيه والثقافه المغربيه وغادي يتعلم جوج اللغات اللغه العربيه وايضا اللغه الروسيه. كان وسط ديك العائله فلوس موجوده الحياه السعيده حتى وصل عنده 6 سنين غادي يبداو شي صراعات بين الام والاب ديالو وللاسف وصل للطلاق وبدا النزاع شكون اللي غادي يربي الولد؟ حكمت المحكمة لصالح الأب باش يعيش مع ولده، هو يقرر يدفع استقالة السفارة المغربية في روسيا ورجع للمغرب يدير المشروع ديالو ويخدم من راسه، وبالفعل رجع للمغرب وكان خاصو يدخل فريد للمدرسة حيت كمل 6 سنين، وبما أنه تزاد في روسيا يعني أوراقه كاملين في روسيا غادي يخلق ليه واحد المشكل اللي ما يخليش يقدر يدخل للمدرسة، هو يقرر الأب ديالو يهضر مع شي مسؤول اللي توسط ليه باش يدخل، المهم دخل فريد بدا كيقرا، والمدرسة اللي كان فيها كان الوقت فيها خاوي بزاف، ولا با كيدي عند جداتو وجلس معاها. ولينا ديك جداتو مرا كبيره وعيانه شويه قرر با نهار يخليها عندها ونهار يديه معاه المشروع اللي دار با في المغرب وداك المشروع فيه واحد الحاجه غادي تبدل حياه فريد وغادي تخربق عليه وهاد الحاجه هي البيسي ولا الحاسوب. فريد ما بقاش باغي يجلس مع جداتو فريد ولا باغي ديما يجي مع با حجبو صندوق العجب ولا ديما كيلعب بيه خونا ولا دير مشكل با في الخدمه ولا ديما مخسر لي داك البيسيات ويقرر يشري لي واحد ويديروا لي في الدار ومن هنا غادي تبدل لي حياته. واخا كان متفوق في المدرسه وليني ما كانش كيبان عليه داك الشغف ديال الدراري في السن ديالو ما كيلعب مع الدراري ما والو مدرسه للدار دار بيسي. عمر كيزي وفريد كيزيد كبر وصل سن 15 ما بقاش كيلعب غير في اللعبه في البيسي. فريد بحكم انه كيعرف الروسيه ولا كيدخل المنتديات الروسيه وانتم عارفين الحوايج كيعرفوا لهم هاد الناس الصوارخ والهاكين. من بعد ما قال باه غير شري لي بيسي باش يفيدو في حياته غيكون هاد البيسي هو اللي غيدمر ليه حياته. شويه فريد بدا كيدخل رومات ديال الهاك والاختراق وبدا كيتعلم من الرواس داكشي. فريد عنده واحد الذكاء خارق اللي غينطابق عليه المثل ديال التلميذ غيولي قدوه للاستاذ تحك مزيان واللي كيخترق لي بنك ولي كارت ديالو. هو مازال صغير عاد بالو داكشي الكذب غير ضحك وتحدي مع صحابه. واحد النهار هو وصحابه في الروم غادي يقرروا يصايبوا واحد الفيروس سميتو الزوطو وعن طريق هاد الفيروس غادي يرونوا شركات كبار وقرروا باش يضربوا البنك ديال ويسترن يونيون. وباش ما يشكوش فيهم ما دارش غير ضربه واحده ولا كل مره كيخرج شويه صيفط لصحابو شويه وصيفط لراسو شويه. التحديات زادوا كبروا صحابو بيعوا العجل قالوا اللي بغيتي نعرفوك ناضي غضرب لينا قناه سي ان ان وغادي تحط فيها التصويره ديال المجموعه ديالنا وما عطلهم شاو. ديك الساعه غيخترق القناه وديك النهار غتنوض روينه في امريكا كيفاش قناه حكوميه غادي تخترق بهذا السهول. والاف بي اي دخلوا على الخط وتحطوا فرضيات بلي هذا الهجوم غيجي مع هاد شي وحدين كينافسون وعياو ما يقلب ما وصلوا حتى شي نتيجه. جروب ديال فريد واللي معاه زادوا تغر وملي ما لقطوهمش في هاد العمليه اللي داروا غادي يقرروا يديروا اخطر عمليه اللي هي غيطفيو الضوء على نيويورك كامل. من بعد ما كانوا هما متفقين باش يتعاونوا كاملين باش ما يتلقى عليهم حتى شي دليل فريد غادي يدير واحد الغلط وغيقرر يدير ديك العمليه لراسو واخترق ديك الشركه ديال الكهرباء وطفى عليهم الضوء كاملين. الشركات تكبدوا خسائر كبيره واخا المده قصيره اف بي اي كثر عليهم الضغط وكان ضروري خاصهم يجبدوا هاد خوهم وغادي يقرروا يتعاونوا مع هاكر امريكانيين باش يجبدوا هاد المنظمات ويتعرفوا على منين جاي هادشي. وبالفعل وصلوا داكشي اللي بغا. وين الصدمه كان كيسحب لهم هما راه روسي اللي داير هادشي ولين ملي وصلوا الادرس اي بي لقوه في المغرب وغير واحد. وهنا غادي تتصل المخابرات الامريكيه مع المخابرات المغربيه وغتقول لهم هاد خونا كيشكى علينا خطر وضروري خاصكم تشدوا مع 3 ديال الصباح وفي نفس النهار كلشي ملتم وجايب خطوات سريعه الضرب طوق من جوا بجوج الباب ديال الدار غادي تفركع بطريقه هوليووديه وفي قل من دقيقه غادي يضربوا الفريد المينوط. الاب ديالو ما فهم والو في الشارع اللي كتكون فيه بنادم تعجب كيفاش دري السكوتي جاو شدوه بهاد الطريقه شنو اللي دار بنادم تخرب افكار ديالو تخرب. وايام قليله من بعد ما سالت التحقيقات الصحف المغربيه غادي تخرج بالها كتقول فيه المحكمه تدين مصمم زوطو بسنتين سجن النافذه. بوا ما رضاش وقال كيفاش ولدي يدير هادشي المجتمع المغربي ما كيرحمش والشارع اللي كتكون فيه كثر كله واش كيقول كاين اللي ردوا باطا كاين اللي كيقول سره سالات تحقيقات وحيت يلاه عنده 16 عام غادي يسجنوه في الاصلاحيه. فريد ما عجبوش داكشي في الحبس
ولو كيضربوا الدراري اللي تما هو يقرر يتفادى هادشي وغيبدا يقرا ويكمل القرايه ديالو وغادي يجيب الباك شم بنقطه عالية وجه الاعفاء في المده اللي بقات ليه. وين يشرطوا عليه ما يجلس في حتى شي بيسي تتكمل سنه بحال اللي باقي سورسي. وانا عارف كتقول باللي فين يعفو عليه الله من هادشي ما يبقاش يدير هادشي. ولكن فريد لا واللي فيه شي بليه صعيب تحيد منه. غادي يعاود يشري بيسي اخر وغادي يعاود يرجع للرومات الروسيه. وهنا غادي يتعرف على واحد روسي وواحد تركي وغادي يقرروا شنو هجمات على البنوك السويسريه. ولين فريد خفي وقع لي بحال لي وقع لي المره الاولى ويجيو للدار ويهزوهم من تما واتفقوا بثلاثه وقالوا غادي نتلاقاو في تايلاند وتما نكملوا العمليه ديالنا. ملي وصلوا تما بداو كيطيحوا في البنوك السويسريه كل مره ينقصوا شويه. البنوك بداو كيردوا البيع تبعوا الهجمات لقاو جايه من تايلاند ودام التحقيقات شي 6 شهور متبعين. فريد واللي معاه ضربوا اكثر من 4 الملايير. وفاش فريد واللي معاه سالوا المهمه ديالو قرر كل واحد يجي يرجع للبلاد ديالو الى ان السلطه التايوانيه كانت متبع الشغل ديالو يعني محاضيهم من بعيد. ويلا وصلوا المطار هما يلقاو القبض عليهم وبدات المحاكمه ديالهم في تايلاند وكانوا ناويين يسجنوهم تما. ولين سويسرا صيفطت المحامين ديالها باش يضغطوا على تايوان باش يسجنوا فريد واللي معاه في سويسرا باش يستافدوا من الكفاءات ديالو. وفاش رجعوا لسويسرا طلبوا منهم يردوا ديك 4 الملايير ويتم الافراج عليهم. ولين هما ما بغاوش باقي لحد الان مختفي ديك 4 الملايير ولحد الان باقي مسجونين فريد وصحابه في سويسرا. وايضا كيستافدوا منه حتى في الخبره ديالو. بقى السؤال المطروح علاش الدول المغربيه ما يستافدوش من بحال هاد الاشخاص ويخلوا دول اخرين هما اللي يستافدوا منه. نتمنوا من الله يدار شي حل نوليو نستافدوا من هاد الادمغه باش نزيدوا بهاد البلاد القدام. ووصلت لهنا ما تنساش دير ديك ابوني الله يجازيك بخير. مرحبا بكم الخوت قناه ما كتصور ان شاء الله وفراسكم الخوت.